ابو مندور كل راجل واحد حبيبي يا عمو استاذ ابن عتيه ايه يلا حبيبي سيد الشعر الله ابو عمار استاذ محمد عياد
صحبة في الأحلام خلاص خالص مع الأيام ولما ما عادش لي لازمة في الشدة النفوس بتبان وأنا مش عاوز زي زمان. سيبك معلش آسف لخيالك بعد إذن حضرتك كده الناس تشوف احنا قلنا مفيش فواصل في فترة النجم احمد الباشا بالذات عشان نعيش ومنفصلش الناس بتأسف لحضراتكم أسف لحضرتك للمخ وعيش وتعايش اي راجل كده عشان الناس بتلغينا. خلاص الصحبة في الأحلام خلاص ضاعت مع الأيام ولما لما 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 لما, لما. مش تمام الاتنين بتوع كلام القعدة معهم مش لازمة خلاص الصحبة في الأحلام خلاص ضاعت مع الأيام لما ما عادش ليا لازمة في الشدة الراجل بيبان صلى على النبي اللي جنب راجل يسقفله صاحبك مش راجل ما تسقفش لو اللي جنبك مش راجل ما تسقفش خلاص الصحبة في الأحلام خلاص ضاعت مع الأيام عيني لما ما عادش ليها لازمة شدة النفوس شاوى زي زمان بص يا بوب مصر انت سقفت لصاحبك وانت قاعد لو سيدك النبي بقى غالي عليك أكتر من صاحبك بالإجماع قوم وقف ربع دقيقة مش صاحبك صلى على النبي بقى صلى على النبي واللي مع الله يرفع ايده اللي جنبه يا بوب يا بوب يا بوب خلاص الصحبه في الاحلام خلاص ضاعت مع الايام لما ما عادش ليها لازمه شفت النفوس بتبان وانا مش هبقى زي اللي بعلها السلام العربية بتبارة السيارات الناس معانا ايه اولاد بركة اولاد بركة للسيارات انا السلام مصطفى بركة لالا يا لالا مصطفى بركة عالم السيارات عالم السيارات السيارات اولاد بركة اولاد بركة مرة ديال قدر الدوار بركة 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 والسيارات مش تمام الاتنين بتوع كلام القعدة معاهم مش لازمة بقولك صاحبي وصاحبك مش تمام الاتنين بتوع كلام صاحبي وصاحبك مش تمام مش تمام صاحبي وصاحبك مش تمام مش تمام صاحبي وصاحبك مش تمام مش تمام لما 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 قلنا السلام
السلامة يا عم الست لمة أبقى ولمة يا عم الست لمة يا عم أحمد يا أبو حلة يا عم أحمد يا أبو حلة في قلب حفظة بارك بارك يا بس جيت بماسة على مين الوحشة بص يا بص الروا بعد اذن الرجاله.